بسم الله الرحمن الرحيم. النداء الرابع عشر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا إلى آخر الآية. ولهذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. قضية لا تحتمل التساهل. ومن فضل الله أصبحت هذا الذنب من الذنوب النادرة جدا في هذه الأمة. والمساجد وجميع المصلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أصبحت قضية نادرة جدا جدا جدا. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمن بالله. والإيمان بالله من لوازمه هذا أن تبتعد عن الحرام وأن تحلل الحلال. نحن نعلم جميعا وهذه من بديهيات هذا الدين أن الصلاة الركن العظيم في هذا الدين. ولذلك يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا واحد. حديث آخر بين الإيمان والكفر ترك الصلاة. وهكذا مع كل الناس، كل مسلم الآن في الأرض حتى لو كان أميا يعرف ما قيمة الصلاة في هذا الدين الركن الأساسي بعد التشهد وبعد الشهادة اللي هي ركن الأركان الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقرة عيني في الصلاة. وأن كل من يصلي يعرف أن يكون هو تعبان أو مريض أو عنده مشكلة أو عنده ابن مريض أو ما شكل هذا أو مهموم، لما يصلي أحد الأوقات سواء كان في المسجد أو في بيته يشعر كأنه خلق من جديد من كرم الله عز وجل في هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والهم والغم إلى آخره. يعني المصيبة الكبرى في هذه الأمة في هذا الدين الذنب الخطير هو أن يبتليك الله عز وجل حتى تضطر أن تقتل إنسانا ظلما. لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما كما قال عليه الصلاة والسلام. في تاريخنا كله إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة هناك حكام أوغلوا في القتل، الحكم بالإعدام فقط لمجرد أنك أنت تقوم بشيء لا يرضي الحاكم. وهناك ناس معروفين بالتاريخ والحمد لله زالوا وبقيت الآن الأمة الإسلامية كلها يعني كل حكامة تقريبا بلا استثناء تخشى الله عز وجل، وأن يعني انتهوا من حكاية القتل والإبادة والإعدامات لمجرد المزاج إلا بحقها. إذا كان قاتل يقتل، القاتل يقتل. القصاص إن الدماء تحقن الدماء وفي القتل كم تنجو نفوس من القتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو لم يكن هناك إعدام للقاتل لشاع القتل بين الناس. فالحمد لله على ذلك، وأن هذه الأمة من أقصاها إلى أدناها أمة نقية من هذه القتول وقطع الطرق وما إلى ذلك، والمساجد مليئة من فضل الله وكما ترون وتسمعون. الأمة الآن في هذا الجو الذي نحن فيه في جو الكورونا كل الأمة ترفع يديها إلى السماء أن الله سبحانه وتعالى ينقذنا من هذا الوباء. وفعلا بدأت هذه الجريمة أو يعني المصيبة التي تصيب العالم كما فعلت هذه الكورونا نعوذ بالله منها بغض النظر عن من فعلها ومن صدرها إلى آخره، رب العالمين هو الذي سوف يحكم بيننا يوم القيامة. فالأمة الآن كلها بدأت يعني تستقبل حياة أفضل وأكرم وزال الخوف وبدأ الناس يعودون إلى المساجد بشكل من الأشكال. والمهم أن القضية في طريقها إلى الزوال إلى الأمن. ولهذا السلام والأمن من أعظم النعم. ما من عبادة أعظم من أن تشعر بالأمن والأمان. هكذا هو الأمر.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كان فقط البداية. ثم بعدين انتهى الموضوع فأصبح هذا قضية لا تقربها، يعني الصلاة وغير الصلاة هي محرمة. والأمة الآن الحمد لله ليس فيها قطع طرق، والخمر حصلت انحسارا كبيرا، وبقي عندهم المساجد يصلون الفجر في الجوامع، وإذا رأيت المساجد مليئة في صلاة الفجر فاعلم أن الأمة بخير، وهذا الذي يجري الآن. وأيام الجمعة مليئة المساجد الحمد لله، وكل علامات النجاة التي جاءت في الكتاب والسنة من فضل الله شائعة في هذه الأمة من أقصاها إلى أدناها، إلا من استثناءات معينة. ولهذا قال من عوفي، النبي قال من عوفي فليحمد الله، نحمد الله على العافية في الأبدان وفي الشوارع وفي الأمان وفي العلم وفي الجامعات وفي كل النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينئذ نقول ما علينا إلا أن نشكر الله على نعمه. ليش؟ عندما تشكر الله على النعمة فإن الله يزيدها من جديد، وإن تعدوا نعمة الله ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن فضل الله الآن عندما تذهب إلى المساجد في كل مكان في العالم الإسلامي تحمد الله وتشكره، وهذا من فضله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. ولذلك علينا أن نشكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا شكرت الله عز وجل فإن الله يضاعف عليك النعمة. قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا مجرب لكل مسلم. كل مسلم ينعم الله عليه بنعمة فيشكر الله من قلبه يجد أن هذه النعم بدأت يتضاعف، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني يفتن بين الناس، فلان يحكي عليك فلان ما يحكي عليك، وأما الثاني فكان لا يتنزه من بوله، لما يبول تكرمون على ملابسه على شيء ما ينظف نفسه. وكل مسلم يصلي لا يفعل هذا، كل مسلم يؤدي الصلاة يتنظف ودقيق وحريص على مثل هذه الأمور، ولو أصابته قطرة لا ترى بالعين سيذهب ويغير ملابسه. ولهذا النبي قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أبى إذا قتل، لأن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما. فنحمد الله على فضله وعلى كرمه وعلى عطائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما دمنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله فنحن بخير إن شاء الله.